سينوزيت انا كنفضل نعرفوا بعدا شنو هما لي سينوس. لي سينوس هما تجاويف في العظم ديال الوجه وقاع الجمجمه اللي عندهم واحد الدور في التنفس، في المناعه، في تنقيه الهواء اللي كنتنفسوه، في تخفيف الصدمات على الوجه، وكذلك في تخفيف الوزن ديال الوجه والجمجمه على الانسان. وهاد لي سينوس عندهم واحد التغليف داخلي اللي هو نفسه اللي كيغلف لي فوس نازال او الانف من الداخل. دونك هاد لا ميكوز اللي كنسميوها لا ميكوز، هادي ميكوز كي فونكسيونيل، يعني عندها واحد الدور وعندها واحد الافرازات اللي كتفرزهم نورمالمون. هاد الافرازات غالبا كيمشيو كيبلعهم الشخص بلا ما يرد لهم البال في الحاله العاديه، لانهم تيكونوا نقيين ما فيهم لا رائحه لا حتى شي حاجه. في بعض الحالات اللي غادي نعرفوا فوقاش كيوقع واحد التعفن في هاد لي سينوس، وكيبداو هنا الاعراض ديال التهاب الجيوب الانفيه او لا سينوزيت. دابا شنو هما الاسباب؟ الوغ الاسباب قبل ما نهضروا عليهم خصنا نميزوا جوج ديال الحالات. الحاله الاولى هي التهاب الجيوب الانفيه المزمن، وفي هاد الحاله كيكونوا الاعراض كيدوموا اشهر، غالبا اكثر من 3 شهور. وكاين في الجهه المقابله التهاب الجيوب الانفيه الحاد، وملي كنقولوا حاد ماشي معناتها خطير، حاد معناتها بان الاعراض جداد يلاه بانوا غالبا في 3 الاسابيع اسبوعين. شفنا الاسباب ديال لا سينوزيت او التهاب الجيوب الانفيه. الحاجه الاولى اللي خصني ناكد عليها هو ماشي اي شخص كيجيه التهاب الجيوب الانفيه، كاين بعض العوامل المساعده اللي كتخلي بعض الاشخاص اكثر قابليه انهم يتصابوا بالتهاب الجيوب الانفيه او لا سينوزيت. منها الناس اللي عندهم تشوهات شريحيه في الانف، يعني ملي كنقول تشوهات شريحيه سي الناس مثلا كيكون عندهم عوجاج في الحاجز الانفي، لا كلوزون نازال كتكون مايله لواحد الجهه كتسدنا دوك لي فوا دو دريناج ديال لي سينوس، دونك كتخلي هاد لي سينوس يعمروا ويلتهبوا بصفات اكثر من الناس العاديين. الناس مثلا اللي عندهم بعض الامراض المناعيه، وماشي بالضروره فقدان المناعه المكتسب يعني السيدا، اي مرض مناعي كيقدر يخلي الشخص اكثر قابليه للعرضه لا سينوزيت. حاجه اخرى بالنسبه لبعض الامراض اللي قلال الحمد لله في المغرب بحال لا ميكوفيسيدوز او التليف الكيسي، كتكون اكثر في اوروبا وفي العالم الغربي، مي هادو بعض الحالات اللي في الكونتكست ديالنا اكسبسيونيل، ولكن كتعطي التهاب الجيوب الانفيه. السؤال اللي موراها كيفاش انا غادي شنو هما الاعراض اللي يخليوني نشك بان راه عندي يقدر يكون من المحتمل انه يكون عندي التهاب الجيوب الانفيه. اولا قلنا بان في الاول كاين حالات حاده وحالات مزمنه. في الحالات الحاده المساله كتكون باينه، يعني الشخص كيكون مرض بالزكام او لا عنده شي سنه مريضه، ومن بعد قريب ليها كيبدا يتشكى من حريق ديال الراس، يقدر يكون حريق الراس لوكاليزي في الجبهه ولا تحت العين او لا ضغط مورا العين، كيبداو الافرازات مخاطيه خضراء او لا صفراء من الانف، كيبداو الحريق بعض المرات كيقدر يكون حتى في الاسنان، كيشم رائحه كريهه في الانف. هادو كلهم اعراض، زائد بيان سور السخانه اكثر من 38 درجه، هادو كلهم اعراض ديال التهاب الجيوب الانفيه الحاد. الطبيب فاش يجي عنده المريض شنو هما مراحل التشخيص ديال لا سينوزيت؟ اول حاجه الطبيب تيقلب على الاعراض اللي ذكرنا سابقا. ثانيا تيقلب على واحد الاعراض مهمه بزاف اللي هي اعراض ديال المضاعفات، اولا اعراض ديال ان هاد لا سينوزيت ما بقاتش في لو سينوس بوحدو ولكن انتشرت في الاعضاء المجاوره، مثلا العين اولا المخ اولا العروق ديال لي فين اولا الاورده ديال الجهاز العصبي. دونك الطبيب هو قبل ما يقلب المريض ولا يشوف شنو كاين في الانف ديالو، كيخصو يقلب على العلامات اللي كيقدو يقولوا لنا واش هاد الحاله خطيره وخصها عمل استعجالي او لا حاله عاديه ويمكن له ياخذ الوقت ديالو في فحص المريض. بالنسبه للعلاج ديال التهاب الجيوب الانفيه، هنا كنميزو ما بين الحالات اللي هضرنا عليهم من قبل. التهاب الجيوب الانفيه الحاد هنا العلاج اساسي هو المضادات الحيويه، زائد تنظيف الانف بالمحاليل الملحيه، وهنا بين قوسين اللي كتكون في الصيدليات، مع بيان سور المضادات الالم.
ومضادات الاحتقان. اما بالنسبه للحالات ديال التهاب الجيوب الانفيه المزمنه فهنا العلاج غالبا تيكون جراحي في الحالات التعفنيه، مع الاهتمام بالنظافه ديال الانف خاصه بالمياه المعدنيه، بحال الحاله ديال الحمات ديال مول يعقوب، والماء اللي فيه الكبريت عنده خصائص تنظيفيه بالنسبه للميكوز نازال. والعامل الاهم والاساسي في الحالات المزمنه هو العلاج ديال العوامل المساعده ولا الاسباب، مثلا كما قلنا الارتجاع المريئي او الحرقه المعده وتسوس الاسنان. الطرق الاساسيه ديال الوقايه من لاسينوزيد هي بتجنب العوامل المساعده اللي يمكننا نتفاداوها، مثلا التدخين، شم المخدرات، هذا الحرقان المعده ولا الارتجاع المريئي، لي كونديسيون ديال الخدمه الواحد اللي كان شخص كيعمل كيستعمل مواد كيميائيه طياره اولا كيشتغل في واحد الميليو اللي فيه تلوث كبير، من الاحسن يدير كمامات. رابعا اولا خامسا بالنسبه للناس اللي عندهم استعداد انهم يمرضوا بليسينوزيت اللي قلنا عندهم عيوب تشريحيه بحال اعوجاج ديال الحاجز الانفي، هنا كنفضلوا انهم يحميوا راسهم من الاصابه من الزكام بحال الطرق اللي كنا كنديروا بها الوقايه من كورونا فيروس. سيتادير واحد في المرحله ديال فوق الشتاء يغسل يديه مزيان، يتجنب الكونتاكت مع الناس اللي مصابين ديجا بنزلات البرد، يوضع الكمامه علاش لا الا كان غيمشي لواحد البلاصه فيها الناس بزاف باش يوقي راسهم من الاصابه بالزكام، لان بعض الناس اللي عندهم دوك العيوب التشريحيه اي اصابه بالزكام تساوي تحول الى التهاب مزمن للجيوب الانفيه.